يعني زي ما قلت بنعتز بوجود حضرتك كمالك لنادي بريستول روفرز في الدوري الانجليزي، لكن عايز اتكلم مع حضرتك اكتر على استعدادات فريق بريستول روفرز، ازاي استعديته للموسم الحالي، وان شاء الله هل تطمحوا في وجودكم في الشامبيونشيب الموسم القادم ان شاء الله؟ ان شاء الله الترتيبات يعني كانت جيده، المدرب قرر الموسم هذا الحالي انه يلعب مباريات اقل، مباريات تدريبيه اقل، عاده بيلعب 10 الى 12 مباراه تدريبيه قبل بدايه الموسم، لكن السنه هاي قرر انه يلعب بس 5 مباريات، والسبب يعود الى طول الموسم الانجليزي، بنلعب 46 مباراه في الدوري، فقرر انه يخفف عدد المباريات التدريبيه قبل بدايه الموسم. طيب يعني حضرتك يعني دوري اكيد صعب، اكيد منافسات قويه، لكن وجود حضرتك كشخصيه عربيه طبعا وشخصيه اردنيه بتستثمر في الدوري الانجليزي، وقبل حضرتك طبعا الفايد والاستاذ عصام معلام واخيرا الاستاذ نصيف صويرس، شايف ان ده حضرتك هيعود بالنفع على الكره العربيه؟ أكيد، يعني جزء كبير من الاستثمار في اللعبة خارج بلادنا هي طريقة إنه نوصل شبابنا لأوروبا عشان يحتكوا ويصير عندهم خبرة ويصير عندهم مهارات أكثر، وأكيد هذا شيء جزء أساسي وحلم لكل الشباب العرب إنهم نفتح لهم الأبواب عشان ياخذوا. طيب بالنسبة بقى لفتح الأبواب، هل ممكن نشوف غسان أبو حسان موجود في الفريق الأول قريب؟ هلا غسان أبو حسان تجربته معنا كانت شوي صعبة لإله، عشان هو يعني وجد إنه الدوري الإنجليزي أو اللعب الإنجليزي في فرق بين المستوى الأردني والإنجليزي من تمام. ناحية الفتنس والقوة اللي هو كان يعني بحاجه لتنميتها في انجلترا. وللاسف كان عليه ضغوطات من اهله، كانوا ضغطوا عليه انه يكمل دراسته. فالشاب كان موجود هون في انجلترا لحاله، وصار في يعني تغيير بالفكر عنده انه ما يكمل بمشواره الاحتراف ويرجع للدراسه. طبعا يعني عجبني في حضرتك جدا انك بسم الله ما شاء الله فاهم في كرة القدم كويس قوي، مش بس وجود حضرتك كرئيس نادي او مالك نادي، لكن عايز اخد حضرتك لحتة الاستقرار واستقرار حضرتك على داريل كلارك كمدير فني، هل حضرتك من المدارس اللي بيحبوا الاستقرار وبالتالي الاستقرار يحقق مكسب ونتائج؟ اكيد انا مع الاستقرار، وبالنسبة للمدرب داريل كلارك هلا هو باعتقادي المدرب على رقم 7 في الدوري الانجليزي على الاستقرار، يعني ارسن فينجر الفاتر كان رقم 1. يعني حضرتك استاذ وائل بتفضل ارسن فينجر ده المدرب رقم 1 بالنسبه لك في الدوري الانجليزي؟ لا، هو ارسن فينجر كان من كرقم 1 تمام استقرار في نادي تمام بالظبط في ارسنال، مظبوط مظبوط. فأنا مع هاي الفكرة إنه المدرب يكون مرتاح ومبسوط ومستقر في النادي، ومالكين النادي يكونوا مبسوطين ومرتاحين منه عشان بيكونوا متفاهمين، وبالتالي بيكون عندهم استراتيجية للنجاح. طبعا انا عارف ان حضرتك مشجع كبير لتشيلسي، لكن دلوقتي بعد ما وجود حضرتك في نادي بريستول روفرز، لو تشيلسي بقى وبريستول لعبوا بعض هتعمل ايه؟ اخي عمر لعبنا مع تشيلسي قبل سنتين. طيب حضرتك بقى عملت ايه احكي لي؟ النتيجه كانت 3-2، فانا فرحت على كل جول. لا اكيد اكيد مع فريقي بريستول روفرز، وبس ما اكون متواجد في بريستول روفرز بشجع تشيلسي، بس اشوفه مع التلفزيون. طيب هنتكلم طبعا عن الكره المصريه، هل ممكن نشوف لاعب مصري يكون متواجد في فريق بريستول روفرز، ولا الظروف الحاليه ما تسمحش، ولا ممكن في المستقبل؟ انا حلمي وهدفي الاساسي مثل ما حكيت لك انه نشوف لعيبه اردنيه وعرب
ونفتح ابوابنا لهم على اساس يجوا عنا ويصيروا نجوم ويفيدوا النادي ويفيدوا برضه بلادهم اللي هي طبعا بلادنا. هلا طبعا انجلترا في لها قوانين خاصه في انجلترا، يعني لازم يعني تقريبا على حد علمي لازم يكون لاعب منتخب اساسي في اخر فتره متواجد فيها او يحمل جنسيه اوروبيه او يكون متواجد في خبره عنده خبره سابقه في الملاعب الاوروبيه، مظبوط كده؟ هو احنا تابعين حسب قوانين العمل في انجلترا، فهي نعم لازم يكون عندك باسبور انجليزي او اوروبي. تمام. او اذا كان اللاعب لعب 75% من مباريات منتخب مصر او بيتكلم على منتخب بلاده. لكن التصنيف تبع البلاد لازم يكون من ضمن اول 75 فريق. تمام. تصنيفهم بالعالم. طيب. فالامور شوي صعبه لكن احنا بنحاول، يعني بنحاول نشوف ندخل الشباب عن طريق الاكاديميات وعن طريق الرديف عندنا على اساس يتعدوا مشاكل الاقامه والجنسيه يعني. طيب تمام. طبعا استاذ وائل القاضي بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معايا على قناه النادي الاهلي، مالك نادي بريستل روفرز الانجليزي، كل التوفيق لحضرتك ان شاء الله. نتمنى يكون موسم جاي جدا وتقدر في نهايه الموسم تكون موجود في الشامبيونشيب او باللغه العربيه والمصريه في دوري الدرجه الثانيه الانجليزي، واللي هيتاهل من خلاله ان شاء الله بعد كده للدوري الانجليزي الممتاز. طبعا من الشخصيات العربيه اللي بنعتز بيها في وجودها في الدوري الانجليزي، طبعا راجل بيمتلك نادي بريستل روفرز، زي ما احنا شايفين ان يعني الشخصيات العربيه بسم الله ما شاء الله بدات ان هي تستثمر في انديه في دوريات قويه، وبالتالي ممكن نشوف قريب جدا في يعني زي ما شفنا قبل كده فريق هال سيتي وفريق فولهام مع اثنين من الشخصيات المحترمه جدا جدا كمصريين، ان شاء الله نلاقي كمان عرب موجودين بقوه في الدوري الانجليزي والاسباني والايطالي والفرنسي والالماني، كل ده طبعا بيصب في مصلحه اللاعب العربي علشان يبقى عنده فرصه كبيره جدا يبقى موجود في اوروبا، عكس طبعا يعني زي ما بنشوف في الايام